صباح جديد جمعنا بحضراتكم في تمام العاشرة وبرنامجنا 10 صبح على شاشة الثانية. أهلا بيكم وبكل مشاهدينا في كل أنحاء، كل يوم جديد وكل إشراقة شمس جديدة يعني أمل جديد وبداية جديدة. أهلا بيكم مع بداية جديدة وصباح الفل يا طارق. صباح الخير يا نهلة وصباح الخير على حضراتكم جميعا مشاهدينا الكرام. نتمنى إن شاء الله يوم سعيد لحضراتكم في برنامج 10 الصبح. مجموعة من الفقرات بنجتهد ان احنا نقدمها لحضراتكم النهارده، هنتعرف عليها. اول فقره معانا ايه النهارده؟ النهارده عندنا يعني دور المجتمع المدني والعمل الاهلي قد ايه مهم جدا بالنسبه للمجتمع. النهارده عندنا ممثلين لجمعيه اسمها جمعيه فكره لرياده الاعمال، هي جمعيه من جمعيات المجتمع المدني اللي بتقوم على فكره الفكه، الربع جنيه والخمسين قرش وكسر الجنيه. ده شيء يعني مش مهم خالص بالنسبه لنا، لكن بالنسبه لبعض الناس لو اتجمعوا فوق بعض ممكن يعملوا مبلغ كويس جدا بيشاركوا فيه ومن خلاله في اعمال الخير في مجال الصحه والتعليم والثقافه والرياضه، وبوجهوه لخدمه الشباب والاقامه مشروعات شبابيه في مختلف المجالات. هيكون معانا قائمين على هذه الجمعيه ونعرف ازاي ممكن نخدم المجتمع بالفكه الصغيره جدا. يكون معنا كمان في فقرتنا التانية إن شاء الله مؤتمر القاهرة الدولي السابع للهندسة الطبية، وده بيقام كل سنتين تقريبا، وهنتكلم حول هذا المؤتمر وإيه الجديد في هذه التكنولوجيا والهندسة الطبية. يعني دخلت في مجالات كتير جدا جدا، ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي هيكون مشرفنا إن شاء الله الدكتور إيهاب أحمد، وهنعرف منه إيه الجديد في هذا المجال ووصل لفين او وصلت لفين مصر في تصنيع الاجهزه الطبيه، وده اللي هنعرفه في هذا اللقاء باذن الله. كلنا طبعا عارفين الزناتي خليفه والهلالي سلامه وغيرهم من ابطال السير الشعبيه، والسير الشعبيه ما بتحلاش غير على الربابه. النهارده في فقرتنا الاخيره هنعيش مع فن الربابه اللي موجود في البوادي وفي الصحاري وفي الصعيد المصري ومتالق جدا هناك، لكنه للاسف خافت جدا في كل انحاء الجمهوريه. مصير فن الربابه ايه وليه ما فيش اهتمام حقيقي من جانب الدوله بهذا الفن؟ هنتعرف على الفن ده ونقرب منه ونسمع كتير جدا من يعني نغماته والحانه مع الرئيس محسن والرئيس اصلان والطفله ريم. ده في اخر فقره من فقرات برنامجنا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باذن الله يحوز برنامجنا على اعجابكم ومجموعه من الفقرات اللي احنا هنقدمها لحضراتكم. بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي في فقرتنا الاولى، من فضلكم خليكم معنا.